اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. أكثر 10 حيوانات تملك قدرات سمعية هائلة، كما أن ليس هناك شيء في العالم يقارن بالذكاء البشري، فإن الحيوانات أيضاً لها قدرات لا يمكن مقارنتها بشيء. فمثلاً قدرة الدلافين على تحديد المواقع بالصدى هي أفضل وأكثر فعالية من السونار الذي صنعه الإنسان. والقدرات السمعية لا تقتصر على الدلافين فقط، ولكن هنالك حيوانات أخرى لها قدرات سمعية هائلة، وإذا أردتم التعرف عليها تابعوا معنا هذا الفيديو. اليمامة. اليمام معروف بطبيعته المسالمة وبمظهره الجميل، وفوق هذا لديه أيضا بعض المواهب الأخرى، من بينها قدرة مدهشة تتعلق بحاسة السمع الحادة التي يملكها، حيث يمكن له أن يسمع الترددات المنخفضة تحت الصوتية أقل من 20 هرتز، حيث الأصوات التي ضمن هذا المجال هي أخفض من الترددات التي يمكن للإنسان سماعها. وهذه الحساسية السمعية تمكن اليمام من أن يكتشف العواصف الرعدية والانفجارات البركانية البعيدة. الفيل. الأذان الكبيرة للفيلة يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في تركيز الأمواج الصوتية، كما يمكنها أن تكشف الأمواج الصوتية المنخفضة التردد والتي لا يمكن تحسسها من قبل الآذان البشرية، وتساعدها حاسة السمع الحادة هذه على التخاطب لمسافات بعيدة أيضاً. الحصان. لربما لاحظت بعض التصرفات الغريبة للأحصنة عند ركوبها، كأن تتوقف فجأة عن العدو وتتردد بالتحرك مجدداً، كما لو أن شيئاً غريباً تم إيجاده من قبلها. السبب في ذلك قد يكون أنها سمعت شيئاً لا يمكن سماعه من قبل من يمتطيها، فهي تمتلك آذان حساسة أكثر بكثير من آذاننا. فالأحصنة لديها في كل أذن من أذنيها 10 عضلات مختلفة تسمح لها أن تقوم بتدوير آذانها 180 درجة، مما يسمح لها بالتركيز مباشرة على الاتجاه الذي يأتي منه الصوت، في حين أن قدرتها على سماع المجال الممتد بين الترددات المنخفضة والعالية يسمح لها بتحديد مصدر هذا الصوت. الفئران. حاسة السمع التي لدى القوارض الصغيرة أقوى بكثير من التي لدينا نحن البشر، فهي تستطيع أن تسمع حتى المجال للأمواج تحت الصوتية والتي لا يمكن للأذن البشرية تحسسها. بالإضافة لهذا، فإن الفئران بإمكانها أن تركز آذانها بالاتجاه الذي يأتي منه الصوت، حتى أنه وفي بعض الأصناف من القوارض قد يسبب البرص بعض الضرر في السمع. أما لدى الفئران فإنه يؤثر على رؤيتها وعلى حاسة الشم لديها، ولكنه لا يؤثر على سمعها أبداً. الكلاب. بالتأكيد لديكم العلم بأن الكلاب تستطيع السماع أفضل مما نفعل، ولكن هل تعلمون كيف ذلك؟ إذا ما قارنا بين سمع البشر والكلاب سنجد أن سمعها يتفوق على الذي نملكه بأربع مرات. هذا السمع القوي لديها يعود لعدة عوامل، أولها التردد الذي تستطيع سماعه تقريباً ضعف الذي يسمعه الإنسان. كذلك كل أذن لدى الكلب تتضمن 18 عضلة مختلفة مقابل 3 عضلات فقط يملكها الإنسان. هذه العضلات تسمح للكلاب بأن تجعل آذانها تنتصب أو تدور أو تميل، بحيث تستطيع أن توجهها بسرعة في الاتجاه الذي يأتي منه الصوت. القطط. تملك القطط حاسة سمع مذهلة، خصوصاً للأصوات العالية في التردد، بل وحتى أن لديها تحسساً أعلى لمجال الأصوات العالية التردد من الذي تملكه الكلاب. تمتلك القطط في كل أذن 32 عضلة تسمح لها بتحريك أذنيها للأمام والخلف بكل سهولة، كما وبإمكان القطط أن تقوم بتدوير هاتين الأذنين 180 درجة لكل أذن على حدة. لذا فإن تحديد مصدر الصوت هو أكثر سهولة لدى القطط بالمقارنة مع البشر. الدلافين. بالرغم من الآذان الصغيرة الخارجية لدى الدلافين، إلا أنها تستطيع أن تقوم بتمرير الأصوات إلى الأذن الوسطى بواسطة فمها السفلي. نظام القشرة السمعية في دماغ الدلافين
هو أكثر تطوراً من الذي لدى البشر، لذا عملية المعالجة للصوت تكون أكثر سرعة من المعالجة عندنا، كما إن مجال الترددات السمعية للدلافين أوسع بكثير من المجال الذي لدى البشر. بغض النظر عما سبق، فإن الدلافين تستخدم تحديد الموقع بالصدى بشكل متطور، حيث ترسل أمواجاً صوتية وتقوم بمعالجة الأمواج التي ترتد، مما يسمح لها بتحديد الذي يواجهها في مسارها، ليس فقط من حيث الموقع بل وحتى من حيث حجم وشكل الجسم الذي أمامها. طائر البوم. بصفته مخلوق ليلي، فإن البوم لديه رؤية ممتازة وسمع قوي، فحتى في البيئة منخفضة الإضاءة يمكنه أن يتحسس لحركة الفريسة على الأرض ويمسك بها. يعود الفضل في ذلك إلى التموضع غير المتناظر لأذني البوم الحساستين، فإحدى الأذنين تكون أعلى قليلاً من الأخرى، في حين أن الأذن الثانية تكون للأمام قليلاً أكثر من الأذن الأخرى. هذا الانعدام في التناظر يساعد على عملية التحديد السريع لكل من اتجاه ومصدر الصوت. الخفافيش. الخفاش أيضاً مخلوق ليلي ينشط فقط في المساء، لكن على نقيض البوم فإن رؤية الخفافيش سيئة، لذا فهي تعتمد على كل من نظام تحديد الموقع عبر الصدى ونظام سمعي استثنائي من أجل تحديد مواقع فرائسها. تقوم عملية السمع لدى الخفافيش على إرسال سلسلة من الأمواج فوق الصوتية، ومن ثم معالجة الأصداء التي ترتد عنها باستخدام آذانها الحساسة، والخلايا الفعالة والكثيفة جداً في آذانها تقدم تحليلاً مفصلاً يساعد في تحديد الموقع والحجم للأجسام البعيدة. الخفافيش تصنف بأنها تملك السمع الأكثر حساسية بين عائلة الثدييات. والأخير على القائمة عث الشمع. الخفافيش يمكن أن ينظر لها على أنها ملكة السمع الفائق، لكن تم اكتشاف أن العث يتكيف بشكل جيد لكي يستطيع الهروب من نظام تحديد الموقع بالصدى لدى الخفافيش، حيث وجد في معظم أجزاء العالم أن هذه العثة يمكنها أن تسمع أصوات تصل لترددات 300 كيلو هيرتز، ولا يوجد أي حيوان آخر معروف في العالم حتى الآن لديه هذا المستوى العالي من السمع. حتى البشر يمكنهم سماع الأصوات التي تصل لتردد 20 كيلو هيرتز فقط. هذا المستوى الاستثنائي من السمع يساعد عثة الشمع على تجنب الافتراس من قبل الخفافيش، التي تصنف بأنها أكثر المستخدمين تطوراً للصوت، مما يضعها في المرتبة الأولى بين من يمتلكون حاسة السمع الأقوى على الإطلاق. هنا نكون قد وصلنا لنهاية قائمتنا، بعد أن قدمنا لكم ترتيباً لأكثر الحيوانات ذات القدرات السمعية الهائلة، آملين أن يكون قد قدم لكم هذا الفيديو الفائدة والمتعة. ما هو رأيكم بما شاهدتموه؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم، وإذا أعجبكم الفيديو لما لا تسجلون إعجابكم وتشاركونه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات لمتابعة كل جديد فور نشره.